Asli, Majid, comme je suis dans le commentaire, à les 6 questions sur le homme des membres du groupe. Donc, première question. أول كتاب قريته في حياتي، أول كتاب قريته في حياتي، بون في فيت قريت قبل كل الكتب نتاع الصغار بالمكتبة الخضراء وسلسلة سحر وكل شيء، مي أول هكا نحس هكا كتاب قريته هو فرسنا الثالثة ألكسندر ديما، حالته تسخف مسكين عنده قرابة 20 سنة ولا ما نعرفش 15 سنة حاجة هكا. وقت نذكر ماشيين من تونس للشخص وكبش في امي باش نخلي كتاب باش نقرا في الثنايا، دونك اخترت هذايا والغليل، دونك اخترته وبقى لي ان كود كور. نذكر نهارتها ما حبيتش نرقد في الليل، نحب نكمل نقرا. دونك بيرسون الثالثه. دوزيام كيستيون، بيرسوناج فيكتيف تحسها قريبه ليا، هو اون بي دي قريتو انتي لي البيرسوناج فيكتيف نتاع رغد. ما نعرفش نقرا في الكتاب ونقول يا تشبه ليا كيفي يا ما نعرف شنو هي. اون فيت امها وابوها ماتوا، دونك مشات عاشت في دار عمها مع مرت عمها وولاد عمها وكل شيء. الحاجه اللي نحسها قريبت لي كوني اللي ارتيست تحب البانتور كيفي انا، تحب تصور كيفي انا، بليده كيفي انا، مهبوله كيفي انا، عندها فوبي كيفي انا، شنو اخر ما نعرفش، مي تو سامبلومون نحسها قلبت لي، نحس نقرا ونقول يا كيفي. دونك كان هكا باش معناها نعيش في هكا شخصيه، نحسها هي اقرب بيرسوناج ليا انا. دونك فوالا، ما نعرفش كي ما قريتوش بالحق قراوه الي. ثالثه كيستيون، رومان ولا بون ديسيني؟ رومان قريت قبل لي بون ديسيني وكانوا يعجبوني بون، ما نعرفش تحس ان سيغتان اج تولي نعرس، مي بون كنت نقرا قبل الماجازين نتاع ويتش، كنت كل الشهر نستنى في وقت تهبط المكتبه نمشي ديريكت نشريها، ونحب ديجا انا ديجا كما قلت لكم مغرومه بالبانتور وكل شيء، نبدا نتفرج التصاور نحب نصور كيفهم وكل شيء. دونك قريت مي اسرتان اج وليت جو بريفير لي رومون، نحس نلقى روحي غادي اكثر. علاش بون ديسيني تلقى تصويره، دونك مخك مش باش يخدم باش يسرح في السين، اوغ كو كي تبدا رومون اوتوماتيكمون باش يبدا يصور وهكا في معناها اللي ماجين هكا السين في مخو، دونك نحس هكاك عالم اخر، معناها نبدا نصور في مخو كيف باش يكون حديث الجو. كاتخيام كيستيون، كان باش نختار نقرا كتاب للابد مو إعادة ألف ليلة وليلة. بالحق فما عليش راه كان بالحق هكا ديجا، علاش معناها باش نعاود نقرا هكا كي نختار كتاب باش نبقى نقرا للأبد نقرا هو، ديجا هو تلقى فيه ألف حكاية وحكاية، دونك تبدا تقرا 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 يدخلك بعضك، أما بمنيغ باهية معناها تبدا متحمس تقرا بكسيتي. اون فيت اللي ما يعرفش الحكايه نتاع الف ليله وليله، هما زوج اخوات، شهريار الخو الملك الكبير وشهزمان خوه الصغير، كل واحد عنده المملكه نتاعو. شهريار توحش خوه شهزمان، بعث الوزير والقافله نتاعو باش يمشيو يعيطوا لخوه، الخو فرح بالدعوه وكل شيء، دونك اعلن معناها في القصر اللي هو باش يمشي عادي مده بحذا خوه. خرجوا من المدينه وهما خايمو معايا باش يرتاحو، هذاك اللي هو سما ما جابش الهدايا نتاع خوه، دونك مشي تنكر ورجع للقصر باش يجيب الهدايا نتاع خوه. كي دخل معناها البيت وكل يلقى مرتو تخون فيه مع عبد، تقهر قتلها وقتل العبد وقعد مقهور. وصل للقصر حزين ويسخف وكل، وخوه يقول واش بك وكل شيء، يقول حتى نبيع حتى كها. لين بعد مده شهريار قرر باش يمشي في رحله نتاع الصيد، دونك قال خو هيا معايا، خو قالو ليه معينيش امشي انت وتفرد وانا هاني هوني. مشي شهريار للرحله نتاع الصيد وخو في الدار في القصر، هو في القصر فما شباك يطل على الحديقه،
هو ما درا شو يعمل هكا. قال الملكة اللي هي مرت خو دخلت معها الجواري متاحها عرايل كلهم وتخلوا ودخلوا هكا عبيد وراء السن معناها اني ما جنابي ما هيش نورمال. فرح علاش؟ قال عدا انا على الاقل مرتي خانتني في الستر مع راجل مش كي السن كي هذه معناها مش نورمال. رجع شهريار هكا خو فرحان قال له حلفتك بربي معناها قل لي علاش كنت حزين وعلاش رجعت لقيتك فرحان. قال له سبب حزني نقول لك عليه، اما سبب فرحتي اعفيني. قالوا به قال له احكي له على الحكايه وهكا وهكا ومرتي كل شيء. قالوا ما لازمش تشوقني باش نعرف شنو اللي رجعك نورمال. قالوا انا ما نجمش نقول لك، اما اعلن اللي انت باش تسافر ولا حاجه وبرا امشي طل في البلاصه الفلانيه، امشي وراك المشهد هذيك. شهريار تقهر باش يقتلهم الكل، ومن وقت شو ولا عامل كل يوم ياخذ بنيه ويجي الفجر يقتلها. كل ليله هكيكه ماني ولا كله بيت نتاع ما تقهرت ما تقهر كل شيء. دونك فوالا بقى كل يوم يعيط للجير نتاعو يقول له جيب لي بنيه جيب لي بنيه، للي حتى حد بان شغل حد ما عاد يحب يعطي بنته. قال له الوزير قال له راهو حد ما عاد يحب يعطي بنته، انا شو نعمل؟ قال له ما تجيبليش بنايه اليوم انا نقتلك انت. روح الوزير مهموم حزين رجين. بنته شهرزاد قالت له بابا اش بيك؟ قالها راهو هكا وهكا ومش عارف شو نعمل. قالت له هزني انا. قالها لي مستحيل ما نهزكش انت. قالت له ما عندكش فيها ثقه، وهي شهرزاد ما مثقفه على الاخر. قالت له هزني وما تخافش علي، على الاقل خليني نكون معناها حتى كان مت خليني نكون اضحيه على بنات اللي ميتوا كل شيء. ملقى حتى معناها ملقى ما يعمل ولا وافق. وصلت هي اختها الصغيره دنيا زيد، قالت لها كان عيط لك قل لي اختي احكي لنا حكايه كها. دونك عرس بها شهريار في الليله قامت تبكي. قالها اش بيك؟ قالت له بيسكو انا باش نموت في الصباح وكل شيء ما بيك را اختي. قال به جيبوا لها اختها. جات اختها قاعده هكا بحذاهم وكل. قالت لها اختي قالك انا نقصر الليل احكي لنا حكايه. قالت له كان يسمح لي الملك كوكل. قالها احكي. بدات تحكي في حكايه وصلت لهكا القمه نتاع الحكايه وطاح الفجر سكتت. شهريار ولا متحمس حب يعرف شنو شي يصير. قالت له كنت خليني حيه لليل تو نحكي نكمل نحكي لك، ولا خليها هكيك معناها بقات كل ليله هكيك كل ليله هكيك حتى تعداو ألف ليله وليله. بعد ما كملت حكيتها الكل قالت له لا انا كملت حكيت لك ما عاد عندي حتى حكي باش نحكيه لك، هي ديجا كل حكايه فيها عبره باش هو يعتبر منها. قالت له فلا تحب تقتلني تو قتلني. ولا يبكي وطلب السماح وكل شيء. قال لا غالب جاتني لحظه بيل معناها كل شيء عملت هكيك وانا معناها مدين ليك باش رجعت لعقلي ديزون كل شيء. دونك القلب نتاع الحكايه فك الحكايات اللي تحكي فيهم هي معناها كل مره حكي كل مره حكي تحس عالم موند ماجيك معناها تحس عالم اخر. دونك فلا لو سانكيام كيستيون منين نشري الكتب نتاعي؟ برشا سالوني منين نشري الكتب نتاعي. راني ما نشريش من مكتبه ديما خاطر الكتب غاليين برشا. دونك شنو نعمل؟ كان الاكثريه نشري من اللي يبيعوا الكتب دوك هاجم كل سوا ينصب بيهم كل سوا يبيعهم في الشارع في القاع كل سوا مكتبه تبيع الكتب دوك هاجم. راني نشري من غادي. وقتاش نتلاج نشري من مكتبه كي نلقى كتاب مش موجود ما نلقاش في اللي يبيعوا الكتب دوك هاجم نولي نشريها من المكتبة. وزادك يبدا يستحق معناها ما نعرفش انا ساعات نلقى كتاب كيما ادولتي نتاع باولو كويلو ديجا هابط ب 50000 يظهر لي حاجه هكايا ما نشريش ب 50000. قريته ام بي دي اف وكي تيح السوم نتاعو نولي نشري من المكتبة كيما الف ليله وليله. زادا خذيتهم ثلاثة افان دينار من مكتبة معناها سا ديبون انتي والكتاب معناها، اما الاكثرية بريسك كتبتي الكل نخذ فيهم دوكازيون. دونك فوالا سيزيام كيستيون. كتاب عندي في المكتبة وعمري ما قريتو. كتاب عندي في المكتبة وعمري ما قريتو الخجل لري كروزير هكا جو سي با. جبتو لي مرت خالي وعمري ما قريته عمري ما قريته عمري ما قريته علي ما قريتوش ما نعرفش مهم نعرفش، اما عمري ما قريته ما نصورش روحي باش نقرا سما نقرا نعرفش.
مازالو عندي برشا كتب نحب نقراهم، دونك هذه في اخر القائمه نتاع الكتب اللي نحب نقرا. دونك فوالا كانت هذه الفيديو، ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم، و بون ليكتور لكم الكل. باي باي.